عام وانتم بخير وايامكم سعيده، وان شاء الله ايامكم دائما افراح وسعاده. وهذه الفتره يعني مناسبه سعيده، العيد عيديا للعراقيين، هو عيد الفطر المبارك والغاء الحظر الشامل، واللي يعني بصراحه تاذوا الناس كلش من عنده. والحمد لله والشكر احنا هنا بمتنزه الزوراء نستقبل الزائرين بهاي الحدائق الغناء اللي مليانه اكسجين، ويعني الفرحه لل يعني متسعه للجميع. واحنا هنا بحديقه الحيوانات يعني مستمرين بالعمل الدؤوب وما وقفنا حتى اثناء حظر التجوال، كادرنا مستمر كان بالعمل في اطعام الحيوانات ومداراتها وتنظيف القواطع، بالاضافه للاعمال الزراعيه من السقي والزراعه والتقليم. فالحمد لله والشكر نستقبل الزائرين بكل رحابة الصدر وترحيب إن شاء الله. هن العالم الإسلامي بمناسبة عيد الفطر المبارك، والله يجعل على أمة محمد خير وسلام ويعم السلام بالعراق، هذا نتمنى والله. أي ما شاء الله يعني الزوراء اليوم تخبل ما شاء الله أجواءها حلوة. أي وإحنا بسبب الحظر كنا ما نقدر نطلع، اليوم طلعنا والله. نهن العالم الإسلامي بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونتمنى الأمان للشعب العراقي. احنا هسه حاليا في منطقة الزوراء، فرحة هاي لعب الأطفال متونسين، وإن شاء الله الأمان للشعب العراقي. إن نهني الأمة العربية والإسلامية بأيام عيد الفطر المبارك، وإحنا هنا هسه بحديقة الزوراء والأطفال قاعد يلعبون ودا يشعرون بالسعادة، والحمد لله والشكر على هذا الأمان. أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع للعالم أجمع وللأمة الإسلامية بالأخص، وإن شاء الله هذا الوباء يذهب وتعود الحياة أجمل مما كانت قبلا. وإحنا حاليا بالزوراء جايبة أطفالي ودا يلعبون، والحياة ما شاء الله كلها فرح وسعادة، والوضع كأنه ما طبيعي.